اهلا بيكم معايا النهارده، يا رب تكونوا كلكم بخير وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. النهارده هنعمل مع بعض سلطه المكرونه بالتونه، من السلطات السهله والسريعه وكمان وجبه غذائيه مشبعه وحلوه جدا. كل اللي احنا محتاجينه 200 جرام من المكرونه المسلوقه، ما يعادل نص كيس اي نوع تفضليه، وفلفل الوان بالكميات اللي تحبيها، وخيار وطماطم وجزر مبشور وبقدونس وعلبة تونة، ومعانا واحدة من الأفوكادو. أنا حبيت أقطعها قدامكم عشان أوريكم الطريقة دي، سهلة جدا في تقطيعها، وبعدين بنطلعها بقى بالمعلقة. التونة أنا صفيتها كويس قوي من المية، أنا بحب أشتري التونة اللي بتبقى في محلول مية، ما بحبش أشتري اللي في الزيت، بتكون أخف وبتكون طعمها حلو قوي. الوجبة دي تنفع وجبة عشاء للناس اللي بتعمل دايت، وتنفع طبق جانبي كده جنب وجبة الغداء، وكمان تنفع لو انتي زهقانة ومش عايزة تقومي تعملي اكل، وعايزة تعملي حاجة خفيفة وسريعة كده، فدي اسهل واسرع وجبة ممكن تاكليها، وكمان مشبعة، وكمان فيها قيمة غذائية عالية جدا، لان احنا بنحط كل الخضار اللي فيه الفيتامينز الحلوة بتاعتنا. وكمان انا ضفت الزيتون حسب الرغبة، بس هو بيدي نكهة حلوة قوي مع التونة. عايزة تحطي بقى الزيتون اخضر او اسود زي ما تحبي. وعلبة التونة انا ضفتها، وبعدين هتبل بقى البقدونس كده ببقية التوابل اللي هضيفها، يعني هحط بقى زيت زيتون فيه. طبعا زيت الزيتون كده تقريبا هو انا حطيت زي 4 معالق، او يعني انتي حطي بالكمية اللي تفضليها، ممكن تقللي زيت الزيتون او تكتريه براحتكم. وحطيت ليمونية كبيرة، وحطيت ملح وفلفل وكزبرة وكمون، ورشة بصل بودر. البصل البودر اللي انا حطيته ده علشان انا ما حطيتش بصل في الاول، لكن لو انت حطيتي بصل اخضر او بصل احمر فيها ممكن تستغني عن بصل البودر. ودلوقتي السلطة بتاعتنا بقت جاهزة، وبصوا سريعة ما اخدتش وقت، هي سلطة وفي نفس الوقت حاجة مشبعة وتنفع للناس اللي بتعمل دايت وزهقانة. دي وجبة كده سريعة وحلوة قوي بالليل. وما تنسوش لو عجبتكم الطريقة تعملولي لايك وشير وسبسكرايب.